احنا ذكرنا انه الاعلام له دور كبير في هذا الجانب، التواصل الاجتماعي، الافلام كرتون، كيف ممكن انا اربي ابني على انه انا احافظ عليه انه ما يصير هو متنمر او متنمر عليه، ما يكون ضحيه لهذا الشيء؟ التربيه ما هي اولا؟ التربيه هي خمس اشياء. احنا الان عندنا نعرف دائما التعليم وهو التدريس، لكن ما هي التربيه؟ التربيه هي خمس اشياء، اذا قامت بها الاسره او قامت بها المدرسه سننجح باذن الله تعالى للحد من ظاهره التنمر. واحد، يجب ان نعطي للطالب للابن عندنا نعطيه قدوه. ولذلك يجب ان نكون انا كاب، انا كأم، انا قدوة لابني في عملية التفاعل ما بيننا. لا يرى ابني ان نرفع صوتنا على بعض او نمارس نوع من الانتقاد امام بعض. احنا الان احيانا يحصل بيننا نقاش حاد جدا وقت الغداء، وبالتالي ابناءنا يشاهدون هذا الموقف. يشاهدون كيف نحن نعالجه. اذا الرقم واحد القدوة، ان نكون نحن قدوة في البيت. جميل. اثنين، اختيار الرفقة، ان نختار صديق مناسب لعمر ابني. جميل. ما اجعل ابني يعني يكون يختلط مع الاخرين. متى يحصل عندنا هذا الكلام؟ في الجامعات، لما يجون عندنا ضيوف، احيانا نشغل احنا بضيوفنا وننسى ابنائنا انهم يكونون باختلاط بعمر اعمار مختلفه. ايه. هذه اللحظات تكون حرجه جدا للطفل، انه قد يكون هو صغير ويقابل شخص اكبر منه. انا ما اقول حدوهم، لا تخلوهم يحتكون بغيرهم، لكن يجب تكون عندنا عين من عين الرقابه. صحيح، عين الرقابه هذه ضروريه. ايضا في الاختلاط مع الاخرين مهم جدا، الخادمه، الناس اللي يعملوا معنا، السائقين، ننتبه منهم. لا اقول انه يعني انهم غير جيدين، انا اقول يجب ان يكون عندنا عين الرقابه. عين موجودة. الرقابه مهمه جدا. العنصر الثالث، الاتجاهات والميول. ان نمي في ابني اتجاهات وميول. الاتجاهات والميول، العنف والتعبير بعنف دائما، رفع الصوت، ان ابني لا يحصل على الشيء اللي يريده الا اذا هو خاصم او اذا رفع صوته. ولذلك يجب الا يعني انا نفسي كاب اسمح لابني بابتزازي. مثال ذلك انه ابني يصيح الان يقول لا لازم تشتري لي ايس كريم. هذا السلوك اذا مارسه معايا فسيمارسه مع من؟ مع الاخرين. صحيح. سيمارسه مع اخوه، ثم سيمارسه فين؟ في المدرسه. في المدرسة. لابد ان يكون عندي الاتجاهات والميول بشكل كبير. رقم اربعه، مهم جدا القدره على اختيار حل المشكلات، كيف نحل المشكله. ابني لابد ان يعرف كيف يستطيع ان يحل المشكلات. جميل. إذا كان ابني إذا كان ما يعرف حل مشكلة، إذا مورس عليه تنمر، سيشعر بنوع الاكتئاب، ما يشتكي لي، ما يحدثني، ما يضع بدائل، ما يستطيع أن يحل مشكلة تجاوز هذه مشكلة. الخامس عندنا هو القدرة على من؟ على التفكير المنطقي. نعم. أن يفكر بحقائق ويكون يفكر ليصل من النتيجة. إذا نحن دورنا كآباء أن نساعد أبنائنا على حل مشكلات. جميل. خلق قرارات. نحن نستطيع أن نراقب أبنائنا في كل مكان. أكيد لابد أن نساعدهم أكثر يعني، وحتى إذا واجهوا هذه الحالة حنشوف كمان كيف ممكن إحنا نساعدهم في هذا الحل.